استاذ صادق صباح، اول شيء الف مبروك اليوم العيد السنوي للشركه وهالسحور الحلو اللي جامع فيه كل نجوم الدراما او معظم نجوم الدراما. خبرني شو بدك تقول بهالمناسبه. بدي اقول انه لبنان يبقى بلد الامل، بلد الثقافه، بلد الاعلام، بلد السينما والمسرح والتلفزيون. بدي اقول انه لبنان مصرين نحن انه نصمد على المستوى الاعلامي بشكل عام، واكبر دليل هذا الاحتفال السنوي اللي نحن عم نعمله، حبينا نعمله بوسط بيروت لناكد ان شاء الله انه لبنان وبيروت باقيين قلب الثقافه العربيه باذن الله. اليوم عم تحتفل الصباح بعيدها بالاحتفال الثاني بعد ما احتفلت بمصر من كم يوم، والقاهرة كمان كانت عم تحتفل مع صادق الصباح اللي هو من أهم منتجينا اليوم. رغم الأعمال العربية الضخمة الكبيرة اللي عم بتكون حاملة توقيع شركة الصباح بالقاهرة، عم بتصر على طول أنه يكون في عندك وجود بالساحة اللبنانية، عم بتصر على طول أنه دايما الشركة كمان تكون أكتف وعندها مشاريع ونشاطاتها ببيروت. أدي حامل هالرسالة الكبيرة للشركة وبعدك عم بتكمل فيها بهالقد إصرار؟ على كل حال استلمناها من اللي قبلنا وحنسلمها للي بعدنا. 62 عام من الأحلام والطموحات وحققنا جزء منها، وإن شاء الله كمان نحن والجيل اللي بعدنا بيحققوا الجزء الأكبر القادم. نحن كل شيء بنقوله أنه تعودنا أنه كشركة نصنف حالنا عربية أكثر ما هي عندها جنسية محددة، لكن اللي بدي أقوله بكل صراحة أنه اليوم حبينا بعد هالنهضة الإعلامية الدرامية بلبنان أن نحتفل بزملائنا المنتجين والممثلين والإعلاميين بشكل عام وجميع الأعمال، أنه ننبسط فيهم يكونوا موجودين معنا بهالسحور اللي إن شاء الله منكرره كل سنة بإذن الله. كيف تقييمك اليوم من أهم المنتجين العرب صادق الصباح؟ يعني بنقدر نأخذ برأيك والناس بتنطر رأيك، كيف تقييمك لموسم رمضان 2016 بشكل عام بعيدا عن أعمال شركتك، بس بشكل عام كيف بتشوف الأعمال الرمضانية لهالموسم؟ ناضجة، وبعتقد أنه هذه الأعمال السنة كان في عدد يمكن أقل من سنوات السابقة، بس جميعها ناضجة وجميعها منافسة، وصار في حالة الواحد بيقول عليها حالة فعلا مختمرة، والواحد سعيد انه اليوم الوطن العربي ان كان بالخليج ولا بمصر ولا بلبنان، وانا بس اقول لبنان بقول لبنان وسوريا لانه بعتبر التكامل بين لبنان وسوريا حقيقي وهادف وواقع حال. فانا برأيي انه نحن اللي عم نشتغل بالاعمال الفنية عم نناضل على طريقتنا، فان شاء الله الله يقدرنا نقدر نكمل. على صعيد أعمال البان أراب إذا صح التعبير، عم نشوف مراهنة سنوية منك على ثنائية تيم حسن ونادين نجيم، وفيت بمراهنة جديدة العام المقبل كمان، وكم تم توقيع العقود معهم. أدي شايف أنه عمره لهالثنائية ممكن يكون طويل؟ عمره ما دام نقدر نلاقي نصوص تخدمهم حنكمل فيهم. الموضوع موضوع نصوص، والموضوع موضوع قديش فينا نحن نخدم حالة فنية ناضجة حنكمل فيها. اليوم نص مسلسل نص يوم تعرض لشوية انتقادات بالإعلام العربي وبالشارع العربي بشكل عام، واعتبروا أنه محبة الناس لشخصية نادين ولشخصية تيم أنقذت العمل بمحل معين، لأنه النص كان فيه شوية ضياع بمحل معين، كان فيه شوية صعوبة، كان فيه شوية قصة بعيدة شوية عن المنطق إذا صح التعبير. عم بقول لك شو عم بقرأ على السوشيال ميديا وبعبر المقالات. كيف أنت بتدافع عن عملك أو كيف بترد على هذا الموضوع؟ أنا برأيي أول شيء أنت عم تسمعه هو صدى إعلامي، بس لا شك أنه هيدي أصداء خفيفة، يعني نسبة خفيفة أو كبيرة، بس هيدي بالإعلام. برأيي الإعلام برد على حاله، إنما صدى الشارع ما بكتير بيأكد اللي عم تقوله. الشارع رايح بمكان آخر وبأكد لك هالشيء. شركات الإحصاءات وين رايحة؟ ما منعرق انتباه، لأنه بالآخر شركات الإحصاءات بيني أرقامها على 1000 بيت بلبنان، وبعتقد أنه صعب تختصر مزاج اللبنانيين كلهم بألف بيت. فبرأيي نحن ما منعيرة انتباه ولا منخدك بالحسبان. اليوم شفنا حضور لسيرين عبد النور بالسحور، علما انه بالسابق من كم سنه يمكن كان في شويه هيك اخبار انه في شويه يمكن سوء تفاهم او نشاف بالعلاقه بين شركه صباح وبين سيرين. رجعت الامور لمجاريها؟ اكيد رجعت لمجاريها، واذا كان صدر عنا شيء زعل سيرين اكيد اني انا وقتها دقيت لها بالتليفون
لأكد لها أنه مش المقصود لأنه نزعلها. وكمان قلت شيء تاني، سيرين نجمة عربية مهمة جدا، وهذه النجمة بأكد حضورها، وأنا إن شاء الله برتقب أنه إن شاء الله نتعاون سوا نحن وياها. أنا أشوف إذا انتجي معك ممكن كتير إن شاء الله.